another day, another vlog. بقيت كنتصور حتى بقيت راسي قربت من الصفرين، دابا خصني نخرج بالدربة. خرجت دابا ما عرفت واش غادي نرجع لهم ولا لا. تضرب كلشي ديجا كنشوف كل عام. هو هذا الفورهيد ديالي فيها شحال فيها من سنتيم، فيها 50 سنتيم. المهم نطلع للفوق نقرا شوية الكتب ديالي. صراحة الفوق كان اي حاجه اي ويل ابديت شو كما بقيت كنبان لكم. دابا 8 ونص حنا باقيين في البحر، ما عرفتش معاش غادي نرجعوا للدار. المهم قلت دابا جي نتمشى شويه في البحر. شحال ديما تمشيت شحال شحال كان كيعجبني نتمشى هكا، غير زعما كنجو البحر كنعوم شويه كنبقى نتمشى هكا شويه بزاف ديال البحر هكا كنبقى غادي طول. دابا 9 عاوتاني وحنا باقيين في البحر، ها هو البحر الوسخ. يا شو هذاك الشيء؟ هي حوته. شفتو حوته؟ حوته راهي راهي حوته. سلام. هاي جايز ويلكم باك. بين لونغ تايم من اخر وقت شفتوها في البحر. شفتو تعرفوا من الحبوبه كان عندي لا تخز ديال كبير دابا فين وير. So here the outfit of the day. امشي بالكروكس كنت باغي نبدل السبرديله ولكن امشي بالكروكس على حسب الكروكس اي ثينك اللون ديالها بحالو بحال بحال التيشيرت اللي لابس. المهم التيشيرت ديال اش ان ام، سروال ديال جين ديال بيرشكا، كروكس ديال كروكس، وكاسكيطا ديال نيويورك. سو اي ثينك هاد التبحيره اللي شفتوها هي اخر تبحيره. ما عرفتش واش غادي نمشي البحر عاوتاني على حسب الجو ولا الريح بزاف، وكان واحد شويه ديال بلاص بيتي معصبني مرون بزاف ولكن ما عرفتش كيفاش غادي نجمعو. كما كتشوفوا مرون وهذاك الكحل رجعته لهيه، ولكن غادي نرجع كما كان البيت وغادي نرجع ما يبعد لهنا. سو يبان لكم البيت مرون على حسب جيت نجمعو لكن مخي مباش يجمعو. وغادي ندي معايا هاد الجاكيطه ديال ديجا ديال البرشكا، غادي نلبسها من البرد على حسب كيتحرك البرد. الابل واتش ديالي مطفيه سو خصني درش حاجه نديرها في يدي، يدي مبقاوش خاويه. وديجا عندي هاد البرايسلت اللي خديتو ديجا مع عند زولا شوب، اللي بغا هو انستغرام ديالو تشيك اوت. صراحه الباص لي زوين. شوفوا اي جات تو كولورز، خديت هذا في السيلفر وعندي هذا اللي في البلاك وفيه الكولد. صراحه زوينين. انا يدي شويه ضعاف تنولى صحيح حوايج زوينين، لكن صراحه دي لوك سو جود، داكشي كلاسيك ان اي لاف ذم. صراحه باللي الشكار ديالي عطاتها لخويا وما صراحه شراو لي الشكار، وانا نطير لي هذاك الشكاره على حسب عجبتني بزاف في السفر. نوري لكم هاي الشكارة، ما تبان لكمش بحال هكا زوينة ولكن أنا عجبتني على حساب فيها بزاف ديال البلايص فين تخشي الحاجات. بلاص أصلا ديجا كبيرة عليه، وأصلا أنا وجاتني كبيرة لا بشوي. سو أنا وجاتني كبيرة وجاتني يلا هاذيك، ولكن باش عجبتني تسافر. سو هلا غادي نسافر أديها معايا أنوريكم باش نبدا، حيت فيها بزاف ديال الجوبة معرفتش باش غادي نبدا. المهم فيها جوج جوبة هنا ديال القرعة، وهنا واحد كدير فيه الباور بانك وكتخرج منه السلك. كاين هاد الجيب صغير اللي كتخشي فيه بصطام صغيرة تا كشي حاجة ضرورية. كاين هذا اللي كيجي على برا فيه، شوف فيه من هنا شبكه كتخشي فيه، فيه هنايا عاوتاني خصنا السلسله والله كاين عاوتاني هنا كتخشي بحال هكا. كاين هذا الطوبات بحال سينيال سيرو ارنو كتخشي بحال هكا. كاين عاوتاني هذا هنا فصل تحت كاين عندك هاد الجوجه، هاد الجوجه اذا بغيتي دير فيهم ايربود ولا سمعتي شي حاجه كتلصقهم هنايا. ها
بحال هكا كتبقى وحده كل السوار شي حاجه بغيتيها هكا بزاف تشدها بلا ما تبقاش تفيد. ديجا كاين واحد الشيب صغير ورد تحت ماشي بان لي ندوزو البيت بارتس صراحه اش فاتنا هنا كاين هاد الشيب طاقش الفاس ديالك هنا عاوتاني جيب خور عاوتاني هكا مفرق صافي هنا مكاينش صافي وديجا هنا من العكس في هذا ما عرفتش اش فيه وهنا عاوتاني كاين صاصا شو شحال البلايص انا غير غشتا وصباي اتس ماين صافي عطيتو الشكاره ديالي الكحله اللي ديما كتقول عندي دباني ما كل ما شرا شكاره جديده المدرسه سو دابا انا ما عرفتش باش فاش غادي نتبس نو دا لمي تشك على سد الواجهه ومشى هاي باقا ادواته ادواته في الشكاره الصغيره على حسب جا بدل الادوات وخرج يلا جات القهوه ندير واحد الريح البلاصه اللي كنت كنجلس فيها كنت معمره هي القهوه خاوي ولكن البلاصه اللي كنجلس فيها انا سام كاس كنخدم على صفحة واحد الكولاب بغيت الفيديو يكون واعر هاكا يكون واحد الفيديو كرييتيف ولكن المشكلة الأفكار ديالي مطبقاش من داكشي اللي عندي باقا خاصة الوجه نحيد السانسكرين اللي في وجهي كانت وحتى الوسخ حسب يوم الريح كنت باغي ندوش في الآخر قلت الغدا ندوش حيت البارح دوشت I already take a shower last day شنو نطلع واحد الحبوبة هنا بحال العين التالتة ديما نشف وجهكم كلينكس شي فوطه حيت كتجمع الغبره الفوطه تقدري تونون اللي كنت كندير وهنا صايبت الماء ديال الروز فالتونر بصراحه واعر ايز كدير الروز كتغسلو صافي كتخليه شحال ما خليتيه حتى كيطلق الماء ديالو وعاد كتخويه كتصفيه من الروز وكديرو في الثلاجه كدوز السيمانه صراحه دابا ما غادي ندير حتى شي سكين كير غير مويسترايزر تحسب وجهي هاد الايام رجع كنشرب بزاف صافي حيت عارفش كندير ما غاديش نقول لكم اش كندير باش يسوقكم كما قلت لكم وجهي اورجي رجع كنشرب بزاف حتى كندير واحد البوماطه اللي كتحيد تخزن الحبوب ونشفت لي وجهي بزاف صوت دابا ما بقيت كندير والو كندير غير مويسترايزر لوجهي صافي دابا غادي ندير هاد كوتاكلين على حساب هاد الحبوبه كوتاكلين ما كتحيدش لي تخاص ولكن كتحيد الحبوب اذا كانت عندك حبوبه نديرها هنا بحال هكا اصلا كديرها بحال هكا شي غادي تدوس تلقاها نشفات صراحه ما عندي حوت حتى شي بلاصه ندير هنا شويه درت البوماطه في النايت ديال الحبوب الصغار ما عنديش بزاف الصراحه من غير داك جاينت وان صافي دابا غادي نجلس نلعب روبلوكس with my friends كان في تطوان وووو سنة مكشفنا اللبس so we're gonna spend the day with me oh shining نقاس كنت مشا وحد الصهد تليفوني طايب تليفوني شعلت فيه العافية جيت لواحد الكافي سميتو العطاء صراحه زوينه شوف الفيو عجبتني بزاف the food has been arrived راح يتمص وكل عاطي الريحه زوينه خديت سلطه سيزار وهاد جوس ديال اي ثينك ديال بلو بيري مخلط بلو بيري و ريد فروت وان الفرايز تا هو صراحة زوان بحال ما كتشري ضربت دابا النص فهاد الصالاد صراحة زوانة جزء من الناس اللي كيعجبهم الخس فيها بزاف ديال الخس وفيها حتى زعما سميتو دجاج وما دايرش ما يعني سو كود مع فرماج برمجان دايرينو امتي